اوكي انا بعرف كثير صار لي زمان متاخر عليكم حبايبي، صار لي زمان منزل ولا مقطع اصلا، بس ولكن اليوم يا شباب ركز معي كيف. اليوم عندنا شباب مقطع باللوز، اللوز حبايبي راح نحرق المتجر الغامض لاحد المتابعين حبايبنا ونظبطه ونحط فيه اكواد باللوز. مثل ما انتم شايفين حبايبي هون عندنا معلم كلش ابيض، يعني عن جد يعني شيء او ماي جاد. وبنفس الوقت حبايبي ركزوا معي على التخفيض اللي عنده، جاي تخفيض 90 يعني شباب يبين على شباب ولا مره شحن باللعبه ولا كل شيء. بس قبل كل شيء حبايبي الكرام لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، احنا لسه تنسونا باللايكات والشورت والبارتاجات وزر المشترك، انزل تحت وفعل زر الجرس حبايبي. وشيء كثير مهم طبعا هي المسابقه عملتها شباب، راح تقول اكثر من شخص، هل راح نعمل الان مقطع على اليوتيوب اوكي حبايبنا، وراح نعمل نفس الوقت شباب راح نحرق المتجر لحد المتابعين نفس الوقت على الفيسبوك شباب على البث المباشر يا اساطير يعني. ونفس الوقت شباب انا لحد الان ما بعرف نسبه حظي، راح نشوف ان شاء الله اول ما افتح بس على الفيسبوك يا اساطير. هيك حبايبنا كل شيء رابط تحت شباب الانستا وكل شيء بالوصف اوكي. والان يا شباب حان وقت الجد، اول شيء بحط الاكواد اوكي حبايبنا. هيك بكون حطينا الاكواد شباب، خلينا ندخل نشوف معلم عندنا اول كود الارنب هذا معلم حطينا له، نعمل له حصول، نعمل له حفظ، نحط له تطبيق، حطينا له شباب هاي الكود الرقصه تبعت اول ما تدخل على السكواد حبيبي والله، نعمل كاب نجي لهون كلاب سكواد شو يعني كليم اقصد معلم. ورقصه العالم شباب باللوز اللوز ايه تمانو، نعملوا تطبيق ايه تزويد بس، ولكن معلم الشيل باللوز اكثر من هيك شباب البربر شباب يعني الله معلم صار وضعه باللوز يعني هيك ليلى حاله شباب وضعه باللوز يا ساتير. اوكي نعملوا هيك نعمل تثبيت الله معلم راح يبربر السكواد كله والسيرفر كله معلم حبيبي والله. اوكي الان يا شباب خلصنا من الامور، الان يا شباب صار وقت الشحن حبايبي، نحرك له الان المتجر التخفيضات الغامض يلا كو. اوكي خلينا نشوف معلم نعمل نوصل الجوال نشوف محمد الجميل. اوكي هيك بنكون شباب شحنا 2200 جوله شباب، ويعني شوف اجته شخصيه جديده هي معلم باللوز. اوكي خلينا ندخل شباب ناخذ التزويدات كمان، طبعا شباب نشحن هيك مبدئيا نشوف. اوكي نجي لهون ناخذ الاشياء كله على بعضها باللوز، 2700 جوهره معلم عندنا هون التوب اب باللوز جديد والله معلم اشي تمام نايس. اوكي ليش ندخل على المتجر شباب عندنا 2700 جوله شباب لازم نشتري الاشياء المهمه يعني فهمتوا علي كيف. اوكي اساتير هات لنشوف اوه الرقص اوكي طبعا هذا الشباب اوكي اوكي ناخذ الرقصه شباب هالرقصه معلم باللوز يا اخي هاي معلم لازم نظبطها معلم ناخذ له اياها. اوكي هات لنشوف شو في شمال معلم طبعا شباب شو هذا والله هذا معلم هذول صناديق حلوات معلم هذول 150 جوهره والله هذول نجيب لهم كلياتهم شباب هذول نحرق بسم الله صناديق التطويرات خليهم على جنب مبدئيا. اوكي لنشوف شو موجود معلم عندنا هون بطاقات حاضنه نجيب بطاقات الحاضنه شباب تمام هالبطاقات كمان فهمتوا علي كيف. اوكي وهالجسم كمان معلم باللوز نجيب له هذا تمام بالنسبه للسكين كمان معلم نجيب له اياه باللوز حلو شو في كمان معلم عندنا هالرقصه كمان معلم راب ما راب يعني شيء تمام اوكي شو في هون كمان معلم ها شو هي اوه يا سلام 150 جوهره شباب جيب له جيب هاي الرقصه كمان شو هاي 60 جوهره شباب وال اوكي شو هاي اي شخصيه سكين بنت معلم خلي سكين بنت معلم خلي معلم صراحه يعني طول بالك شوف هون كمان معلم سكنات البنات حبيبي اوه هذا معلم جيب لي هذا باللوز يا اخي وهذا كمان هذا اكثر باللوز معلم اكثر من اللوز هات نشوف شو موجود معلم اوكي نجيب له هالبطاقات شباب طبعا شباب انا الصراحه يعني نخلي له البطاقات هو يستخدمهم فهمتوا علي كيف اذا نزل شيء هيك مرتب نخليه هو يحرق البطاقات على رواق تمام هات لنشوف شو باقي معلم هون والله يا جماعه يعني مو معقول شباب مو معقول معلم اشي باللوز هات لنشوف شو باقي هون معلم هذا الفماس ما فماس تعرفوا شو شباب خلينا نجي لهم يعني عن جد شيء باللوز معلم خلينا نطلع للخارج تمام شو كنت بدي اعمل شباب نسيت شغله شو هي التوب اب هي التوب اب اكين اوكي يعني تشحن مره ثانيه والله طول بالك اذا نشحن مره ثانيه بيعطونا هالشيء ولا كيف؟ طولوا بالكم. اوكي هيك بنكون شحننا كمان شباب كملنا الشحن الصراحه يعني شباب ما بعرف شو بدنا نجيب له اياه معلم يعني برايي نخلي له اياها معلم هي نخلي له فهمتوا علي كيف؟ هي نخليه هو يختار اللي بده اياه شباب فهمتوا علي كيف؟ هيك بكون وضعه تمام يا اساطير. اوكي شو كمان معلم؟ وين كنا وين رحنا شباب ترى انا دايخ شوي معلم سبب وقت شوي متاخر وقت سحوري يعني ما بدي اروح بسرعه اخلص المقطع انزل لكم اياه لانه بدي اروح اتسحر حبيبي والله. اوكي شباب برايي اوكي طول بالكم ثواني معلم
طواني معلم. طبعا هوش كان باغي 1200 جوهرة. والله شاب رايب مبدئيا. هات لنشوف شو في هون في. اعتقد في ال 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 الفاير باس. نجيب له الفاير باس هذا شباب. اوكي نجيب له هذا الفاير باس. ايه نجيب له هذا الفاير، نشحن له الفاير باس شباب، لانه في شيء اشياء حلوه. اوكي طول بالك، هذا هو باللوز. اوكي اكيد هو عامل طول. اوه نجي لهون. ايه تمانو، هات لنشوف معلم. لازم بسرعه يعمل مهمات شباب عشان يحصل على على السكنات والاشياء. يلا مبدئيا معلم يعني على رواق. اوكي راح يلعب ايزي فريزي عزيز. باقي له معلم كم باقي للفاير باس انتي؟ باقي او لازم يخلص اليوم معلم، يخلص كل المهمات معلم، يجمع المهمات ويجيب الفاير باس. تمام خلينا ندخل على الصناديق شباب، شوف حظنا بالصناديق، نضرب شوي على الصناديق يا اساطير. شوف في هون صناديق والله معلم يعني اشي باللوز. خلينا نجي لهون، نجي لهون من الصناديق معلم. شوف حظنا بالصناديق شباب، هاي نفتح، هاي نفتح هذا معلم، نفتح كلياته. يلا روح. طب يمكن طلعنا، طب نفتح 10 10 نشوف. وين ما في شيء دايم وين، اصبر شوي. اوه هاي الحذاء باللوز، هذا شوف حذاء، طلع الحذاء. ما في شيء ثاني. ايه بلا ايه البيضي ده، نفتح هاي معلم. هذول ممكن يطلع لنا شيء. طبعا هذول التوكنات. طول بالكم من واحد، من واحد يستبدلون جماعه. او هون في سكنات، هذول كمان جبنا لهم معلم سكنات حلوه باللوز. اوكي بس اهم شيء معلم الصراحه السلاح البربر يعني كثير كثير مهم. تمام 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 معلم، هات لنشوف شو في هون كمان. ندخل لهون، شو في هون. اوه هاي معلم خليه بطاقة ويضرب عليهم هو وحظه. يا ركزوا لي شباب، صار هو اخيرا صار لون اصفر معلم. خلاص معناتها خليه 600 جوهره شباب، هو يشحن مشان يشحن الفاير باس الجاي. وهون معلم نفس الوقت هون يختار الجائزه، ما لازم لازم اخبره يجيب الجائزه تبعته. اوكي شباب خلينا ندخل شباب ونشوف الوضع. بتعرفوا شو حابب اجرب معلم يعني، ولا مره لعبت بحساب احد المتابعين شباب. عم فكر نعمل تحديات بحساب المتابعين، شو رايكم يا اساطير؟ خلينا نجي لهون، شوف البربر معلم، شوف وضع البربر. يا سلام عليك. اوكي والله كنت طبعا شباب نشوف هون، نشوف هون. اوكي نجي لهون، نجي لهون، نجي لهون. وين البربر؟ اين هو البربر؟ اين هو البربر؟ اوكي طبعا شباب حبايبنا راح نختار شخص ثاني شباب من المتابعين، نحرق له الاحداث نفس الشيء شباب، يعني الحدث هذا الحدث معلم، او ما اعرف شو بسموه هذا معلم، المتجر الغامض شباب. اوكي لا تاخذوا معلم يعني انا جوعان وسحور باقي شوي، لازم اروح اتسحر بسرعه حبيبي والله. اوكي تعالوا 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 معلم، شوف الوضع. تعالوا لا 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 معلم. الله اوه الشباب متحمسين هذول يا اخي حبيبي والله. لا ما تعرفوا شو انا ببدا ابلع. ايوه وين وين وين، تعالوا تعالوا روح له ما بدي اموت شباب. تعرفوا شو؟ صحة سحوركم، صحة رمضانكم، وكل عام وانتم بألف خير حبايبنا، نلتقي ان شاء الله على اللايف ستريم. شكرا لوجودكم معنا، سلام عليكم.